الشابتر الجديد بيتكلم على التكنيكال رايتنج ستايل جايد. طبعا احنا اتكلمنا في المرات اللي فاتت عن التكنيكال رايتنج، عرفت ايه هي المين ستيبس اللي انا بستخدمها عشان ابتدي اكتب تكنيكال رايتنج، عرفنا المكونات الاساسيه للتكنيكال ريبورت او للفورمال ريبورت. النهارده او الليكتشر دي اللي هنقسمها على مرتين، التوبكس بتاعتها هنتكلم على الستيجز اوف ريسيرش بروسيس، هنتكلم على حاجة اسمها البروف ريدنج، هنتكلم على التكنيكال رايتنج ستايل. تكنيكال رايتنج ستايل يعني طريقة الكتابة، الفورمات، الفونت سايز، الفونت تايب، الاندنتيشن، السبيسز اللي موجودة ما بين اللاينز او الباراجراف. نتكلم على جزء خاص بالجرامر، عملية ترتيب او الفورمات الخاصة بالبيج ديزاين، ازاي تصمم الصفحة الخاصة بالفورمال ريبورت او الريسيرش او التكنيكال رايتنج. لو انا هبتدي اتكلم في البداية عن الستيج اوف ريسيرش بروسيس، لو انت بتبتدي تفكر ان انت تعمل ريسيرش او تعمل مثلا جرادويشن بروجكت او تعمل ماستر او تعمل بي اتش دي، كل الكلام ده المفروض ان انت هتكتب فورمال ريبورت. الفورمال ريبورت بتفكر فيه ازاي او ايه هي الستيجز بتاعتي اللي انا بستخدمها؟ اول خطوة من الخطوات اللي انا بتعامل بيها ان انا بعمل سيلكتنج للريسيرش توبيك، بمعنى ان انا بحدد الفيلد او المجال اللي انا مهتم او انترستد ان انا اشتغل فيه. يعني سي مثلا انت مهتم بالماركتينج، مهتم بالمانجمنت، مهتم بالرينيوبل انرجي، مهتم بالباور جينيريشن، يبقى انت بتختار فيلد او توبيك للريسيرش بتاعك. بعد ما حددت او اخترت الريسيرش توبيك بتبتدي تديفاين الديسيجن بروبلم، بتبتدي تقول مجال الرينيوبل انرجي ده او مجال الماركتينج او مجال المانجمنت او اي فيلد انت اخترته للريسيرش بتاعك، بتبتدي تحدد بروبلم معينه بتحصل داخل الفيلد او داخل المجال ده، وبناء عليه انت هتبتدي تشتغل على البروبلم دي. بعد كده بتسبيسيفاي الريسيرش اوبجكتيفز، بتبتدي تحدد الريسيرش اوبجكتيف، بتقول ايه هي الايمز اوف ريسيرش، بتبتدي تحدد الاوبجكتيفز الخاصه بالريسيرش اللي انت بتعمله، انت عايز توصل لايه في النهايه، عايز توصل لريزلت عامله ازاي. بعد كده الخطوه الرابعه ان انت بتعمل ديفلوب للريسيرش ديزاين، بتبتدي تعمل الميثودولوجي، بتبتدي تحط التكنيكس اللي انت هتستخدمها، بتبتدي تحدد الشكل العام او الاطار العام للريسيرش او الشكل العام للريسيرش بتاعك. بعد كده بتيجي مرحلة الـ specify information required، بتحدد نوعية الديتا او الانفورميشن اللي انت محتاجها. انت محتاج مثلا information في مجال الـ renewable energy، محتاج information في مجال الـ power production، محتاج information في مجال الماركتينج and so on. بعد كده بتعمل design للـ method of collecting information، تبتدي يبقى عندك مجموعة من الالترناتيفز، مجموعة من البدائل، بتختار طريقة معينة تعمل بيها collecting او تجميع للانفورميشن بتاعتك. بعد كده بتعمل management للdata collection، ثم بتعمل analyzing وinterpretation للresult، تبتدي تحلل النتائج الخاصة بالresearch بتاعك، بتبتدي تترجم النتائج دي او تقول ايه الميننج بتاع النتائج، ايه اللي انت توصلت له، هل حققت الاوبجكتيفز بتاعتك اللي انت حددتها في البدايه ولا لا. بعد كده بتيجي مرحله الفاينل ريسيرش ريبورت، ان انت بتعمل رايتنج دي الفاينل ريسيرش ريبورت، بتكتب الشكل العام
للجرادويشن بروجكت مثلا، للماستر لو انت بتعمل ماستر، لو انت بتعمل بي اتش دي رساله دكتوراه، لو انت بتعمل اي تكنيكال رايتنج من اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده، فانت بتبتدي تكتب الريبورت بتاعك بعد ما بتمشي الخطوات دي كلها. طيب لو انا هتكلم على جزئيه مهمه جدا اثناء كتابتي للفاينل ريبورت، لو انا بكتب الفاينل ريبورت او بكتب الفورمال ريبورت اللي احنا قلنا عليه، مهم جدا ان انا اعمل حاجه اسمها البروف ريدنج او تصحيح الاخطاء. بروف ريدنج بتعني ان انا بعمل تشيكينج للكونتنت واللي اوت الخاص بالريسيرش بتاعي او الريبورت بتاعي، من حيث بقى السبيلنج، البانكتويشن، الفورماتنج، الاكيوريسي. يبقى انا بشيك على كل الحاجات اللي موجوده داخل الريبورت. طبعا الكلام ده عشان يتم بيبقى الهدف من البروف ريدنج ان انا اقلل من الايرورز او اقلل من الاخطاء اللي موجوده داخل الريسيرش بتاعي. طيب انواع الاخطاء او انواع الايرورز اللي المفروض ان انا اعمل لها كوريكشن ايه هي؟ هتلاقي ان انت عندك ثلاث انواع من الايرورز. في حاجه اسمها السبستانتيف ايرورز، في حاجه اسمها السيكوينسينج ايرورز، وفي حاجه اسمها المس سبيلنج ايرورز او الاخطاء الهجائيه او الخاصه بالسبيلنج اللي موجود في الرايتنج او الكتابه. طيب لو اتكلمت على كل واحد من دول سريعا، السبستانتيف ايرور هي اخطاء جوهريه، يعني اخطاء انت غلطت في كالكوليشنز معينه، حسابات حسبه معينه داخل الريسيرش وانت بتحسبها غلطت في الرقم او الفاينل ريزلت بتاعك، فبتبتدي تراجع على الارقام دي لان الارقام دي المفروض ان هي الاوتبوت اوف ريسيرش، هو الخارج اللي هيخرج من الريسيرش بتاعك وهتبقى معلومات جوهريه او اساسيه في البحث. الداتا، المعلومات اللي انت حاططها، الكيرفز، التايمز، البليسز، الجوب تايتل، كل الكلام ده او العناوين اللي موجوده، اسمك، الاورجانيزيشن اللي انت بتتبعها، الكالكوليشنز اللي انت حاططها جوه، كل الارقام او الحاجات دي لازم تتراجع كويس جدا لان دي تعتبر اخطاء جوهريه او حاجات اساسيه في الريسيرش. النوع الثاني من الاخطاء اللي هو السيكوينسينج ايرور، ان انت بتراجع النوميريكال والالفابيتيكال سيكونسز. يعني ايه؟ يعني مثلا البيج نمبرينج، انت مرقم البحث بتاعك 1 2 3 4 لحد 100 مثلا، ممكن وانت بترقم يبقى في اخطاء. سي مثلا ان انت فيجر مسمي فيجر 1 فيجر 2 فيجر 3 ورحت كاتب تاني فيجر 3، يبقى لازم تتشيك على الالستريشنز او الليست اوف فيجرز او الليست اوف تيبلز او كل الحاجات اللي انت مديها ارقام. مثلا ستيبس بتشرح بروسيدور معينه وكاتب الارقام بتاعتها، كاتب الخطوه الاولى مرقمها 1، الخطوه الثانيه 2 3 4 وجيت رحت مكرر 4 تاني، يبقى ده يعتبر سيكوينسينج ايرورز. يبقى ده كده المفروض ان انا اعمل بروف ريدنج او اراجع الكلام ده كويس جدا. النوع الثالث اللي هو السبيلنج او الهوموفونز ووردز، دي تعتبر من اخطر انواع الايرورز اللي موجوده. ليه؟ اللي هي بنقول عليها الكلمات اللي بتبقى متشابهه نطقا ومختلفه معنى. يعني على سبيل المثال لو انت خدت الليد والليد، لو انت دي ودي، دي معناها يؤدي الى ليتو ودي معناها رصاص، يبقى انت لو كتبت الكلمه غلط، يعني انت وانت بتكتب هتلاقي ان حته المايكروسوفت اوفيس او الوورد اللي انت بتستخدمه لما يبص على كلمه زي كده مش هيعتبرها ان هي خطا، لان هي كلمه فعلا موجوده، انت قصدك ان انت تكتب ليد تو يؤدي الى، رحت كتبتها ليد تو بالشكل ده، يبقى انت كده دي كلمه رصاص، فبالتالي غيرت المعنى تماما. لما تتكلم على اتز واتس يبقى الاثنين بيتنطقوا زي بعض، اتس واتس، بس دي ليها معنى ودي ليها معنى تاني. لما تتكلم على فورورد وفورورد، ده مثلا دي مقدمه، ده كده بيتكلم على امامي، يبقى انت
بتتكلم على كلمات بتختلف في المعنى وبتتشابه في النطق. يبقى مهم جدا جدا ان انت وانت بتكتب تكنيكال رايتنج تراجع كل الكلام ده. طبعا قلت هتكلم على حاجة اسمها التكنيكال رايتنج ستايل. احنا اتكلمنا مع بعض في الشابتر اللي فات عن المين كومبوننت او المين ستراكشر اوف فورمال ريبورت او الريسيرش وورك. لو انا عايز اعمل ريسيرش وورك او فورمال ريبورت، المفروض قلت في حاجة اسمها الفرونت ماتر، وفي حاجة اسمها الباك ماتر، وفي حاجة اسمها المين بودي. اتكلمنا في الجزئية دي على مجموعة من المحتويات اللي بيحتوي عليها الفورمال ريبورت. قلنا بيبقى فيه ما يسمى بالفورورد او الانترودكشن، اتكلمنا على الاكنولجمنت، اتكلمنا على الابستراكت، اتكلمنا على الليست اوف تيبلز والليست اوف فيجرز والتيبل اوف كونتنت، اتكلمنا على الجزء اللي بيتحط كفرونت ماتر او في البداية بالاضافة للتايتل بيج والكفر بيج اللي قلنا مكان كل جزء من الحاجات دي موجود فيه. بعد كده قلنا بيبقى فيه انترودكشن، بيبقى فيه ديسكشن خاص بالريزلت، بيبقى فيه كونكلوجن، بيبقى فيه ريكومنديشنز، بيبقى فيه في الباك ماتر ان انا بحط الابندكس، بحط الريفرنسز، بحط مجموعة من العناصر اللي اتكلمنا عليها الشابتر السابق. النهاردة بنتكلم على الستايل او شكل او الفورمات الخاص بصفحات الريسيرش وورك. يبقى انا لما بتكلم على شابتر انترودكشن، انا عرفت الانترودكشن المفروض يتكلم عن ايه، عرفت الابستراكت المفروض يتكلم عن ايه، عرفت كل جزئية من جزيئات او من جزئيات الريسيرش بتتحط فين داخل الريتن وورك. طيب الستايل نفسه او الفورمات نفسها اللي انا بتعامل معاها هبتدي اتعامل معاها ازاي؟ طيب بنتكلم هنا على الرايتنج ستايل او التكنيكال رايتنج ستايل. بقول الستايل جايد بيركز على مجموعة من الفاكتورز. انا بتكلم على بيج لي اوت، الصفحة بتاعتي السيت اب بتاعها يبقى عامل ازاي، الميرجنس او الهوامش بتاعه الصفحه، الهيدرز اللي هتتكتب، الفونت سيليكشن، الفونت تايب بختاره ازاي، الفونت سايز، التكست الاينمنت، هل مثلا اخلي الكتابه بتاعتي متظبطه رايت ولا ليفت، ولا اعمل لها جاستيفيكيشن ان هي تبقى متظبطه من ناحيتين، عملية الباراجراف سبيسينج، المسافات اللي تتساب ما بين الباراجراف، عملية استخدام الليستس أو البوليتس. كل الكلام ده هنبتدي نستعرضه من خلال ما يسمى بالتكنيكال رايتنج ستايل. لو بتكلم أول حاجة على البيج ديزاين، كلمة بيج ديزاين بتعني أو بتشير للفورماتنج أوبشنز. يعني ايه؟ يعني لما انت تبتدي تكتب فورمال ريبورت او تعمل بحث او تعمل ريسيرش، المفروض ان انت هتكتب الكلام ده مثلا على الوورد. وانت بتكتب الكلام ده على الوورد، المفروض ان انت بتعمل او بتختار فورمات معينة او ديزاين معين للبيج اللي هتكتب من خلالها. فبنتكلم على حتة البيج ديزاين، ان انا بتكلم على الفورماتنج اوبشنز اللي بتستخدم عشان تبتدي تخلي الدوكيومنت بتاعتي تشد انتباه الاودينس او الريدرز. طيب الاليمنت اوف بيج ديزاين، العناصر اللي انا بستخدمها داخل السكشن الخاص بالبيج ديزاين، انا بتكلم على بيبر، اختيار البيبر او البيبر سيليكشن اللي هبتدي اكتب عليها الريسيرش او الفورمال ريبورت بتاعي، الوايت سبيسز، المسافات اللي هتتساب سواء كانت عبارة عن لاين سبيسز، مسافات ما بين السطور نفسها، او مسافات ما بين الباراجرافز. هتكلم على الهيدنج، الهيدرز والسب هيدرز،
هتكلم عليها بتتكتب ازاي، عملية وضعها داخل التكست او داخل الباراجراف عامل ازاي او داخل الدوكيومنت عامل ازاي. هنتكلم على حاجة اسمها الليستس، هنتكلم على حاجة اسمها الانتكست انفيزس. لو انت عايز تركز على جزء معين او كلام معين داخل التكست او داخل الباراجراف، ايه الطرق اللي بتستخدم عشان تبتدي تلفت الانتباه او تلفت انتباه الريدر او الاودينس للكلام ده. هنتكلم على الفونت، الفونت سايز والفونت تايب والكالر الخاص اللي انا بستخدمه. فالسبع عناصر دول هما اللي بيكونوا حته البيج ديزاين. لو هبتدي اتكلم اول حاجه عن البيبر، يبقى نمبر 1 لو انا هبتدي اتكلم على الرايتنج ستايل من حيث البيبر اللي انا بختاره. طبعا في حته الفورمال ريبورت دايما بتبقى الكتابه او الستاندر بتاعي او الكومن بتاعي بستخدم الاي 4. طبعا حته الاي 4 والاي 1 والاي 2 والاي 3 كل الكلام ده هو بيعتمد التسميات دي على الدايمنشنز الخاصه بالورقه. يبقى كل ورقه لو انا بتكلم على الاي 4 غير الاي 3 طبعا المقاسات بتاعتها بتختلف. يعني مثلا الاقي ان الاي 4 اصغر من الاي 3. في برضو كاتيجوري تانية اسمها البي، هتلاقي بي 5 بي 1 بي 2 بي 3 اند سو اون. هتلاقي كاتيجوري تالتة اسمها سي، يبقى دي سايزز معينه او كاتيجوريز معينه للبيبر بتاعي. فده بتكلم على حاجه اسمها البيبر سايز. يبقى انا لو بتكلم على البيبر سايز يبقى انا بختار في التكنيكال رايتنج الكومن بتاعي ان انا بكتب على اي 4. يبقى تستخدم ورق اي 4 عشان تبتدي تظبط السيت اب بتاعه داخل الفورمال ريبورت بتاعك او داخل المايكروسوفت اوفيس او الوورد اللي انت هتستخدمه. طبعا لما بتختار الاي 4 كبيبر هتعمل عليها الفورمال ريبورت بتاعك لازم تعمل البيج سيت اب، لازم تظبط البيج سيت اب داخل البرينتر اوبشنز او البرينتر بروبرتيز اللي هتطبع عليها، عشان لما يطبع ما يخرجش التكست بتاعك او الباراجرافس بتاعتك خارج السايز اللي انت مختاره. يبقى ده لازم تاخد بالك منه اثناء عمليه البرينتنج ان انت مختار السايز اللي هو الاي 4. طيب عندنا حاجه تانية اسمها البيبر ويت. لو انت بتتكلم على وزن البيبر هتلاقي ان البيبر ويت بيتقاس بحاجه اسمها الجي اس ام او الجرامز بير سكوير متر. يعني هتسمع كده يقول لك ان في ورق اي 4 60، في ورق 70، في ورق 80. فهتلاقي ان اللي بيبقى كومن قوي اللي بيستخدم في عمليات الريسيرش او الابحاث هتلاقي اللي هو الاي 4 اللي الويت بتاعه 80، اللي هو 80 جرام بير سكوير متر. فده كده هتحس ان الورق ليه وزن او تقيل بحيث ان هو ما يظهر لكش الكلام من الناحية التانية، ويبقى الورق الخاص بالريسيرش او الفورمال ريبورت متماسك ويبقى الكلام مش طابع على الصفحة التانية. خصوصا ان في بعض الاحيان ان انت بتعمل برينتينج على تو فيسز، ممكن يكون الريسيرش بتاعك او الفورمال ريبورت انت بتعمله صفحة وفي ظهرها صفحة تانية. فعملية الطباعة لو انت طبعت على ورق الويت بتاعه اقل من 80 هتلاقي ان الكلام في التو بيجز ابتدى يتداخل مع بعضه، فده طبعا ما بيبقاش كويس في عملية القراية او بيأثر على جودة الريبورت. ده بالنسبة للبيبر. لو بتكلم بعد كده عن تاني حاجة عن الوايت سبيسز، احنا اتفقنا ان انت بتختار البيبر بتاعتك عبارة عن اي 4 وبتظبط عملية البرينتينج او الطباعة على السايز الاي 4. طيب
هل انا لما باجي اكتب ببتدي الكتابة بتاعتي من الايدجز بتاعة البيبر، ولا بعمل حاجة اسمها الميرجنس؟ يبقى انا بعمل حاجة اسمها الميرجنس، الهوامش الخاصة بالصفحة. فانت بتسيب توب ميرجن، بتسيب بوتوم ميرجن، ليفت ميرجن، ورايت ميرجن. طبعا اثناء ما بتيجي تغلف البيبر بتاعتك او الريسيرش او الرايتنج وورك بتاعك، المفروض ان تسيب مسافات او سبيسز، بحيث ان انت لو هتبتدي تغلف الكلام ده او تجمعه مع بعض باي طريقه، يبقى انا ما الاقيش عمليه التغليف او عمليه التجميع للبيبر ده بياكل من التكست او النص اللي موجود جوه. فبالتالي انا براعي ان انا بسيب ميرجن. الكومن ميرجنس او الهوامش اللي بتتساب، بيتساب 2.54 من 100 سنتي from each side. ده طبعا لو انت بصيت على الاوبشنز اللي موجوده داخل الوورد، هتلاقي ان في اكتر من اوبشن للميرجنس بتاعتك، ان انت ممكن تختار الهوامش اللي تريحك. طبعا يبقى انا عندي التكست موجود جوه هنا، لو في بيج نمبر ولا حاجه هيبقى تحت هنا مثلا، يبقى التكست او النص هيظهر في المنطقه دي، يبقى دي الاريا وزن الميرجنس بتاعتي. يبقى انا سايب هوامش من اعلى واسفل والشمال واليمين. طيب بعد كده في حاجه اسمها الكولم. في بعض الاحيان لو انت بتعمل تكنيكال بيبرز، يبقى انت بتنشر مثلا بحث في مجله او كونفرنس مؤتمر، هتبتدي تعرض فيه بحث معين مثلا 3 او 4 صفحات 5 صفحات، بيبقى حاجه سبيسيفيك قوي، حاجه في التخصص، بتبتدي تعرضها لناس متخصصه في مجال معين. زي مثلا انت بتتكلم على الباور برودكشن او انتاج الطاقه، فبتتكلم في مجال او تخصص معين، فبيطلب منك فورمات معينه، من ضمنها ان انت بيطلب منك ان انت تعمل التكست بتاعك في صوره كولم. يبقى انت بتلاقي ان هو بيستخدم تو كولم في التكنيكال بيبرز. معظم التكنيكال بيبرز لو احنا عملنا داونلود لبعض التكنيكال بيبرز دي، هتلاقي ان ده الفورمات اللي بتشتغل بيه التكنيكال بيبرز بتاعتنا. يبقى احنا بنتكلم على البيج ديزاين وعلى الجزء الخاص بالوايت سبيسز. يبقى انا المفروض بسيب ما يسمى باللاين سبيسنج، يبقى ممكن اسيب سنجل سبيس، او ممكن تبقى دبل سبيس، او ممكن ان انا استخدم واحد ونص ما بين السطور او ما بين اللاينز بتاعت التكست. ما بين الباراجراف والباراجراف انا بسيب مسافة اكبر شوية، يبقى انا ممكن اخلي المسافة هنا دبل، وممكن اخلي المسافة ما بين السطور واحد ونص او سنجل. يبقى مهم جدا المسافات، ان انا افصل ما بين الباراجراف، مهم جدا ان الباراجراف بتاعتي ما تطولش. يبقى انا بحاول اكتب الباراجراف بحيث ان الريدر ما يتوهش مني، يبقى متواصل معايا، يبقى فاهم السيكونس الخاص بالموضوع بتاعي، ابقى مستخدم باترن من الباترن اللي قلنا عليهم قبل كده. يبقى كل ده لازم يبقى واضح اثناء كتابتي للريسيرش او الفورمال ريبورت. بعد كده هتكلم على حاجه بتسمى الجاستيفيكيشن او جاستيفاي. كتير مننا بيكتب الريسيرش او الريبورت بدون ما يعمل عملية التنسيق للباراجرافز بتاعته او للكتابة اللي هو كتبها، فطبعا الشك ما بيبقاش مظبوط او ما بيبقاش كويس بالنسبة للريدر او للأودينس. في اوبشن موجود عندك في الوورد، المفروض ان هو بيعمل لك يا اما aligned left، يا إما بيعمل لك aligned right، يا إما بيعمل لك حاجة اسمها justified. لو أنت دوست على الأوبشن اللي هو الخاص بـ aligned left، هيخلي لك إن كل التكست بتاعك أو كل الباراجراف بتاعك متساوي من
الناحية الشمال أو من ناحية الليفت سايد. لو أنت ابتديت تدوس إن هو يعمل لك ألاين رايت، لو أنت مثلا بتكتب البحث بتاعك عربي وأنت عايز تعمل له تنسيق من الجانب الأيمن، يبقى يبتدي يكتبه لك. بس هتلاحظ حاجة، إن الكلمات الخاصة بكل لاين ما بتنتهيش مع بعضها، يبقى ده مثلا منتهي هنا، ده خرج لبره شوية، فحتة التناسق ما بتبقاش موجودة. فأفضل أوبشن أنت تعمله إن أنت تقول له justify. يبقى أنت لو دوست على justify هيبتدي يظبط لك التكست بتاعك من الليفت ومن الرايت. فده أوبشن مهم جدا إن أنت تعمل justification للتكست بتاعك أثناء الرايتنج. بعد كده عندنا حاجة اسمها البيج نمبر. طبعا ما ينفعش ان انت تكتب فورمال ريبورت بدون ما ترقمه، في رولز لازم تلتزم بيها. طبعا البيج نمبر هتلاقيه كأوبشن موجود عندك في الوورد، ان انت ممكن تكتب البيج نمبر في التوب او البوتوم، يبقى في امكانية ان انت ترقم الصفحات بالاعلى وفي إمكانية إن أنت ترقم الصفحات بالأسفل، ومديك 3 options، يا إما رايت يا إما سنتر يا إما ليفت، يا إما يخلي لك الرقم موجود ناحية اليمين أو ناحية اليسار أو يخلوه لك في النص. وغالبا الكومن بتاعك اللي أنت بتشوفه بتلاقي إن الصفحات مترقمة في نص الورق، فطبعا الفورمات دي مقبول إن هي تتعامل بيها. لما بتستخدم الفونت سايز الخاص بالبيج نمبر، طبعا لو انت التكست بتاعك انت مستخدم له فونت 14 او سايز 14، هتلاقي ان البيج نمبر بتبقى اصغر، يعني ممكن تستخدم لها فونت سايز 9، يبقى رقم الصفحة ما يبقاش بنفس الفونت اللي مكتوب بيه التكست، يبقى ده كده مهم ان انت تلتزم بيه. حاجة تانية، اتفقنا في الفورمال ريبورت وانت بترقم، احنا قسمنا الفورمال ريبورت لتلات اجزاء، قلنا في حاجة اسمها الفرونت ماتر، وحاجة اسمها الباك ماتر، وحاجة اسمها المين بودي. لو انت بترقم اول حاجة بتقابلك مين؟ بتقابلك التايتل بيج. طبعا التايتل بيج ما بتترقمش، يبقى ما ينفعش ان انت الاقي صفحة العنوان اللي هي التايتل بيج اللي قلنا بيبقى عليها العنوان الريسيرش، بيبقى عليها صاحب الريسيرش او صاحب البحث او اللي عمل البحث، موجود عليها السوبرفايزر، كل الكلام ده ما ينفعش ان انت ترقمها، بس بتتعد معاك. يعني انا لما هبدا ارقم الصفحات او الفرونت ماتر بتاعتي هلاقي مين اللي موجود في الفرونت ماتر، موجود الجزء بتاع الفورورد، موجود الجزء بتاع الاكنولجمنت، موجود الجزء بتاع التيبل اوف كونتينتس، موجود الجزء بتاع الليست اوف الستريشنز، موجود الابستراكت. كل الكلام ده لما تيجي ترقمه بترقمه بالارقام اللاتيني اللي هو مثلا اي دبل اي تريبل اي اند سو اون. طيب التايتل بيج هترقمها ازاي؟ هتبتدي تعدها معاك بس مش هتحط عليها الرقم. يعني انت لو هتبدأ من التايتل بيج المفروض ان التايتل بيج تاخد رقم اي، فبالتالي مش هتكتب اي عليها بس هتعدها، تبقى الصفحة اللي بعدها مباشرة هيكتب عليها دبل اي، اللي بعدها تريبل اي اند سو اون. يبقى ده كده بالنسبة للترقيم. طيب تبدأ الترقيم العادي منين؟ بتبدأ من اول الانترودكتوري بارت. يبقى انت لو بدأت ترقيم بتبدأ من اول صفحة الانترودكشن، يبقى انت بتيجي عند صفحة الانترودكشن وتبتدي ترقم رقم واحد اللي هو بيبتدي بداية المين بودي اوف ريسيرش او الاستراكشر اوف ريسيرش. يبقى احنا لما قسمنا قلنا في فرونت ماتر، الفرونت ماتر بيترقم لاتيني، بينما الجزء اللي هو يعتبر المين بودي اوف ريسيرش ببدأ ارقمه بداية من واحد، يبقى واحد اتنين تلاتة اند سو اون. يبقى ده كده بالنسبة للبيج نمبر، يبقى ده كده اللي هو الجزء الخاص بالبيج نمبر. بعد كده بنتكلم على حاجة في البيج ديزاين اسمها الهيدرز. الهيدرز او العناوين بتتكتب ازاي؟
المفروض الشكل اللي قدامك ده بيوضح لك طريقة كتابة الهيدرز. طبعا الناس اللي بتكتب ريبورت ما بتهتمش العنوان اكبر من التكست ولا العنوان اصغر من التكست ولا ايه بالظبط. طبعا في رولز اتفقنا عليها اللي هي بتستخدم داخل التكنيكال رايتنج لازم التزم بيها. ايه هي؟ في حاجة اسمها المين هيدنج او الهيدر الاساسي بتاعي. يبقى انت لو هتكتب عنوان رئيسي، طيب مبدئيا كده سي مثلا انت هتكتب الشابتر الخاص بالانترودكشن، فكلمة انترودكشن دي انت عايز تحطها كتايتل كمين هيدنج او مين هيدر. هتحطها فين؟ بتحطها في السنتر، يبقى بتحطها في نص الصفحة. يبقى هتكتب كلمة انترودكشن في المنتصف، في المنتصف، وبدون ما تعمل تحتها اندرلاين. يبقى انت ما تحطليش تحتها خط، يعني كلمة انترودكشن بدون خط، يبقى هي تتحط في النص وما يتحطش تحتها خط. احنا هنا بنتكلم على الرولز او الجايد لاينز الخاصة بالتكنيكال رايتنج. طيب بعد كده، بعد كلمة انترودكشن هبدأ اول عنوان من الانترودكشن، يبقى ده كده المين هيدر بتاعي. يبقى انا هاجي من ناحية الشمال، يبقى البيج على شمالي، وابتدي احط اول تايتل. طيب كتبت اول تايتل وكتبت تحتيه التكست اللي انا عايز اكتبه، بعد كده في حاجة اسمها السب هيدر او السب تايتل، عنوان متفرع من العنوان الرئيسي. يعني انا لو العنوان الرئيسي ده رقم واحد، يبقى اللي بعده اسمه واحد واحد، هاجي اكتبه. لما اجي اكتبه ما بكتبوش على نفس الليفل او على نفس المستوى، بمعنى انت بادئ ده من الايدج بتاع الميرجن او من بداية الصفحة، فالسب هيدنج او السب تايتل بتاخد تاب، بتدوس تاب على الكمبيوتر بحيث ان هو يسيب لك سبيس، يبقى بيسيب لك مسافة فاضية كده، ويدخل لك بالسب هيدر لجوه شوية. يبقى انت بتعرف ان ده عنوان فرعي مش عنوان رئيسي. طيب السب تايتل او السب هيدر متفرع منه واحد تاني، يعني لو ده رقم واحد وده واحد واحد وده عايز تقول واحد واحد واحد، يبقى متفرع من ده، فبرضه بتاخد تاب او تدخل مسافة لجوه او سبيس لجوه وتبتدي تكتب السب سب تايتل. يبقى ده كده السيكونس بتاعي في كتابة الهيدرز اللي موجودة داخل الريبورت. طيب لو انا بقى هرجع اكتب الهيدر رقم اتنين، يعني انا رقمت المين هيدر ده رقم واحد، هرجع اكتب الهيدر رقم اتنين، يبقى اكتبه من اول السطر من هنا. طيب لو انا هكتب سب هيدر او سب تايتل، يبقى على نفس المستوى بتاع السب هيدر بتاعي. يبقى اللي انا عايز اقوله ان في مين هيدر اللي هو هتحطه في نص الصفحة، مثلا زي كلمة introduction، زي كلمة conclusion، زي كلمة experimental work، زي كلمة result، اللي هو العنوان الاساسي للشابتر. طيب هتبتدي تعمل عنوان رئيسي، اول عنوان في الشابتر بتاعك، يبقى سميه رقم واحد، هرقمه رقم واحد. طب العنوان الفرعي بتاعه واحد واحد. طب لو في عنوان sub sub title يبقى واحد واحد واحد، وكل ما بكتب عنوان فرعي بدخل سبيس لجوه. يبقى انا هنا دخلت مسافة التاب او السبيس ده، هنا دخلت مسافة تانية عشان ابتدي اعرف الكلام ده. طيب انا كتبت ده واحد وده واحد واحد، عايز اكتب هنا واحد اتنين، يعني هو سب تايتل، يبقى هيتاخد على نفس المستوى الخاص بالسب تايتل. طب لو عايز اعمل سب سب تايتل، يبقى انا هاخده على نفس المستوى بتاع السب سب تايتلز. طبعا لما بتكتب السيكشن الخاص بالهيدرز لازم يبقى الجزء بتاعك او الكلمات دي بتبدأ بكابيتال ليتر، يبقى انت هتكتبه بيبتدي العنوان بكابيتال ليتر، بمعنى ايه؟ without an underline، وبيكون بولد. يعني على سبيل المثال لو التكست ده انت مختاره ان هو فونت 14 ومختاره بدون ما تعمله بولد زي كده، يبقى الهيدر لو هتختاره 14 لازم تعمله بولد. يبقى التايتل باين او في فرق بينه وبين التكست، يبقى معروف ان ده عنوان وان التكست او الباراجراف مكتوب تحت منه. ده كده بالنسبة للجزء بتاع الهيدر.
مهم جدا وانت بتكتب الهيدرز دي ان يكون اول حرف كابيتال من كل كلمة وباقي الحروف تبقى سمول، اللي هو الابر كيس. بتستخدم حاجة اسمها الابر كيس ان هو يبدأ لك الجزء بتاعك او كل حرف من كل كلمة بيبدأ بحرف كابيتال. طبعا مش محبذ ان انت تستخدم كل الكلمات كابيتال، ده كده يعتبر شكل او باد اكزامبل للكتابة، ان انت تكتب لي كل الباراجراف او كل الكلمات بتاعت التكست او كل الحروف بتاعت الهيدر تكتبها كابيتال ليترز. طبعا ده ما بيبقاش محبذ للقارئ او بيتعب الاودينس او الريدر اللي بيقرأ الريبورت بتاعك، فده كده اوبشن مرفوض في التكنيكال رايتنج. يعني في بعض الناس بتاخد كوبي وبيست من اماكن او من مقالات وينقله زي ما هو، طبعا الكلام ده مش محبذ او مرفوض داخل التكنيكال رايتنج او الستايل بتاع التكنيكال رايتنج. يبقى ده كده جزء من الاجزاء اللي بنتكلم عنها. طيب لو بتكلم على اكزامبل على الهيدر والسب هيدر، ده طبعا زي كده ده ستايل بيستخدم لباراجراف زي ما اتفقنا. لو انت هتبتدي تكتب التايتل الاساسي يبقى انت مثلا important foods of the world، يبقى انت كده ده العنوان الرئيسي للشابتر، يبقى انت حطه في نص الصفحة. طيب هتعمل اول هيدر، يبقى اول هيدر مثلا الشوكليت، يبقى انت حطيت الهيدر الاولاني الشوكليت. طيب ده هيدر، السب تايتل بتاعه او السب هيدر بتاعه في اهو ده هيدنج 2 وده هيدنج 2، يبقى مرقم ده وده يعتبر سب تايتل. يبقى انت عندك مثلا دارك شوكليت وعندك ميلك شوكليت، يبقى ده العنوان الرئيسي او الاول تايتل عندك وده المتفرع منه. طبعا هتلاحظ ان الفونت سايز مختلف، يعني لو عملت ده مثلا 14 بولد ممكن تعمل ده 12 بولد، يبقى انت بتصغره عن التايتل الرئيسي عشان يبان ان ده سب تايتل، او بتدخل لجوه زي ما اتفقنا ان انت بتدوس تاب عشان يعمل سبيس. وطبعا الكلام ده بيبقى مترقم، يعني انت مرقم ده واحد ده واحد واحد ده واحد اتنين ده واحد تلاتة. طيب خلصت العنوان اللي كان اسمه واحد، هتسمي ده عنوان رقم اتنين، يبقى عنوان رقم اتنين ياخد نفس الفورمات بتاع عنوان واحد، وبعد كده يبقى ده اتنين اتنين واحد اتنين اتنين and so on، يبقى ده كده سبتايتل وياخد نفس الفورمات اللي هنا. ما جيش بقى الاقي مثلا واحد مخلي لي الهيدر هنا الاساسي مخليه فونت 14 ومخليه بولد، ويجي عنوان تاني رئيسي ويخليه 12 وعامله فونت تاني وسايز تاني مختلف. طبعا مهم جدا ان انت توحد الستايل اللي انت مستخدمه داخل التكنيكال ريبورت بتاعك او الفورمال ريبورت بتاعك. يبقى ده كده بالنسبه للهيدرز. بعد كده في عندنا حاجه اسمها الليستس. لو انت بتعمل عمليه نمبرينج او بتعمل او بتعرض بروسيدور داخل التكنيكال ورك بتاعك، يعني مثلا في ستيبس معينه عايز تقولها، بيبقى في حاجه كده في الاوبشنز الخاصه بالورد بيقول لك النمبرنج اند بوليتس، اللي هو بيديك العلامات اللي زي كده اللي هو الدايموند السكوير السيركلز، اللي هي النقط اللي بتحطها لما انت تكون عايز تعرض عناصر او تعرض ستيبس او تعرض قائمه معينه. فعمليه اختيار النمبرز والبوليتس دي بتعرض الستيبس بتاعتك في صوره مرتبه. لو انت على سبيل المثال في كونكلوجنز انت عايز تقولها في صوره نقط مش عايز تكتبها كباراجراف، فبتستخدم حتة النمبرينج أند بوليتس دي إن هي تعرض لي الكونكلوجن، يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة، أو مثلا تعملها في صورة سيركلز كده نقط ورا بعضها، أو شكل الدايموند ده أو شكل السكوير ده. يبقى فيه بوليتس تعتبر
محبذة ان انت تستخدمها داخل التكنيكال رايتنج لما بتبتدي تعمل الليست دي. على سبيل المثال عندك حاجة زي كده، لو انت بتتكلم مثلا على سبورتنج اكويبمنت، وهتبتدي تقول ان في مجموعة من السبورتنج اكويبمنت، فانت بتحط البوليتس دي اهي، او تستخدم البوليتس بالشكل ده كعناوين فرعية. يبقى انت بتبتدي توضح للريدر او للاودينس شكل الكتابة، او ده علاقته ايه بالتايتل اللي قبله. نفس الكلام هنا، مالتي ليفل ليست مثلا، بوليت 1 بوليت 2، هنا لو في سب تايتل بتدخل بيه لجوه شويه وتدي له بوليت مختلف عن التاني، يبقى انت بتحاول تميز في حته الليست. زي برضو ما اتكلمنا قبل كده على طريقه ترقيم الستيبس بتاعتي، لو انا اقول رقم واحد كذا، رقم اتنين، وبعد كده اتنين ده متفرع منه A و B، بعد كده تلاتة، بعد كده أربعة، يبقى واحد واتنين وتلاتة وأربعة على نفس الليفل أو نفس المستوى بنفس الفورمات، بينما A و B هياخدوا فورمات تانية أو أقل شوية في السايز أو في الفونت بتاعي. يبقى ده شكل من الأشكال اللي أنا بستخدمها أثناء كتابتي للتكنيكال رايتنج. خامس حاجة، في حاجة اسمها الانتكست امفيزس. يعني ايه الانتكست امفيزس؟ لو انت عايز تركز على جزء مهم داخل التكست، يعني عايز تعمل هايلايتنج، ايه هي الهايلايتنج تكنيكس اللي بتستخدم اثناء كتابتك للتكنيكال رايتنج؟ المفروض ان انت ممكن تعمل اندرلاين، ممكن تعمل بولد فيس، ممكن تعمل ايتاليك، ممكن تعمل تشينج للسايز. بمعنى يا إما أجي عند كلمة معينة عايز ألفت نظر الريدر ليها وأحط تحت منها خط، يبقى أنا في جزء معين عايز أوضح أهميته فبحط تحت منه underline، أو إن أنا أعمله bold، إن أنا أخليه بخط التخانة بتاعته أكبر من التكست الأساسي، أو إن أنا أعمله italic إن هو يبقى مايل واخد ميل اثناء الكتابه، يبقى انا مميله. يبقى في اوبشن كده في الوورد بيقول لك هو ايتاليك مثلا هتعمله بولد، هتعمله ايه بالظبط، هتحط تحتيه اندرلاين. يبقى دي كلها طرق بعمل بيها هايلايتنج على الكلام بتاعي. طيب ممكن تعمل تشينج للسايز، تلاقي كده ان التكست انا كاتبه بسايز معين واجي اكبر كلمه معينه او سطر معين، يبقى انا كبرت الكلام ده عشان اعمل لفت للانتباه الخاص بالريدر. يبقى ده كده تكنيكس بتستخدم كستايل للتكنيكال رايتنج. ممكن ان انا استخدم كلر ديفرنت كلر، يعني التكست كله مكتوب مثلا بالاسود وانا اجي على جزء معين واعمله بالاحمر، يبقى انا كده عايز اعمل هايلايتنج على الحته دي، او عايز اجذب نظر الريدر او الاودينس بتوعي للجزئيه دي، فدي بنسميها الانتكست امفيزس. يبقى ده كده جزء من الستايل الخاص بالتكنيكال رايتنج. عندنا سادس حاجه الفونت سايز والفونت تايب. طبعا كلنا اكيد اتعاملنا مع الوورد اثناء الكتابه، بتلاقي different types of font size and font type. يعني الأشهر هتلاقي حاجة اسمها تايمز نيو رومان، الأريال، الأنواع مختلفة من الفونت. طبعا هتلاقيها مكتوبة هنا، لو سيادتك ضغطت على السهم هتجيب الأنواع المختلفة للخط. مهم جدا إن أنت أثناء الكتابة توحد الفونت سايز، الفونت تايب بتاعك، والفونت سايز للسيميلر بارتس. يعني إيه؟ يعني انت التكست الاساسي انت هتعمله سايز 14 ومختار له تايم نيو رومان، يبقى كل الريبورت او كل الريسيرش يبقى ماشي بنفس الفورمات. طبعا الكلام ده بنلاقيه في مشاكل، ليه؟ بتلاقي ان اللي بيكتب الريسيرش بيبتدي ياخد كوبي وبيست من اماكن مختلفه، فكل واحد بيبقى كاتب بفونت معين او سايز معين. فمهم جدا ان انت اثناء كتابتك للتكنيكال رايتنج تراجع الكلام ده. يبقى انا بوحد، يبقى التكست الاساسي مثلا انا واخده فونت 14،
يبقى كل التكست اللي موجود داخل الريسيرش ريبورت لو هم 100 صفحة يبقى انا لازم اعمل كل التكست 14. طيب انا واخد الهيدر الاساسيه 14 بولد، يبقى كل الهيدرز اللي موجوده داخل الريسيرش تبقى 14 بولد. لو انا واخد للسب تايتلز 12 بولد، يبقى انا لازم اوحد الكلام ده خلال الريسيرش وورك كله. يبقى ده مهم جدا ان انا اثناء ما بكتب او بنسق الستايل الخاص بالتكنيكال رايتنج بتاعي. طيب طبعا الحتة اللي احنا قلنا عليها لازم امنع حتة الفونت فارييشنز، لازم ما يكونش فيه فونت فارييشن داخل التكست الخاص بالتكنيكال ريبورت. بيفضل ان انا استخدم مثلا التايم نيو رومانز. لو انا استخدمت للتيبلز والفيجرز المفروض ان انا بستخدم لها مثلا 12 بولد، يبقى تتوحد داخل التكست كله. طبعا ما ينفعش ان انا اخد سبيسز كبيرة او مسافات كبيرة ما بين الحروف او ما بين السطور، لان الكتابة كده مش هتبقى تكنيكال رايتنج، هيبان ان هي ما فيهاش احترافية او مش بروفيشنال. يبقى بالتالي كل الكلام ده انا بحاول احافظ على الستايل او التزم بالرولز او الجايد لاينز الخاصة بالتكنيكال رايتنج ستايل. الكالر، حتة الكالر دي يبقى أنا أثناء ما بعمل البرينتينج أو بطبع الدوكيمنت بتاعتي أو الريبورت بتاعي أنا ببص على حتة التكلفة، يبقى أنا ببص على الكوست. هل الريبورت ده لو الطبع ألوان أفضل من ناحية الكوست؟ يعني لو أنا هطبعه أبيض وأسود وهطبعه ألوان، هل حتة الكوست مش فارقة كتير؟ فبالتالي لو ألوان يبقى أفضل، لأن أنا ببقى عارف إن في وسائل إيضاح، بيبقى في جراف، بيبقى في بعض الصور اللي موجودة داخل الريسيرش أو التكنيكال ريبورت بيبقى محتاج إن أنا أظهرها، فممكن ده إن أنا أطبعها ألوان. فده كده لو أنا بتكلم على حتة البيج ديزاين وإن أنا إزاي يظهر التكنيكال رايتنج ستايل بالصورة الأمثل إن أنا أعرضها للريدرز أو للأودينس بتوعي. Other guidelines بالإضافة للسبع حاجات اللي اتكلمنا عنهم دول، في بعض التكنيكال رايتنج ستايل اللي المفروض تلتزم بيها. ايه هي؟ طبعا في حاجة كده في الوورد اسمها السبسكريبت والسوبرسكريبت. بمعنى واحنا بنكتب خصوصا احنا كمهندسين بنتعامل مع يونتس او وحدات قياس، وبنتعامل مع كيميكال سيمبولز كتيرة جدا. فبالتالي على سبيل المثال لو انت هتكتب ال H2S، ال H2S لو بتكتبه، في ناس بتكتبه بالشكل ده H2S، بتلاقي ان ال H وال 2 وال S نفس الفونت او نفس الليفل الخاص بالفونت، كلهم موجودين على مستوى واحد. طبعا لا، هو الكيميكال سيمبولز ان ال 2 بتبقى عبارة عن حاجة اسمها سبسكريبت، يبقى نازله شويه عن الاتش ونازله شويه عن الاس، فده الاصح بتاعها. طيب لما اجي اكتب كيوبيك متر مثلا، كيوبيك متر احنا بنكتبها في العادي ان هي ام تكعيب، ما بكتبش الثلاثه جنب الام زي كده. فبالتالي انا بعمل حاجه او بعلم على الثلاثه واروح دايس على حاجه اسمها سوبر سكريبت، فيروح مطلع لي الثلاثه دي لفوق، يعملها لي أس 3. أو أنت عايز تكتب 10 أس نيجاتيف 6، لو أنت طبعا كتبتها 10 نيجاتيف 6 طبعا الكلام اختلف، فبالتالي بتعلم على نيجاتيف 6 وتروح دايس سوبر سكريبت، فيبتدي يرفع لك أس نيجاتيف 6، فيبان الأرقام صحيحة ويبان السيمبولز صحيحة نتيجة استخدام المين؟ للسبسكريبت والسوبر سكريبت. في غلطة بتحصل كبيرة جدا ان انا ممكن بعد ما كتبت التكست كله اجي اروح عامل مثلا فورمات لكل الكلام، يعني اخد فورمات لكل التكست فلاقي ان ده رجع زي كده، فلازم الكلام ده يتراجع عليه. يبقى انا براجع على الحاجات اللي فيها سبسكريبت وسوبر سكريبت، يبقى بهتم بيها ان انا لو كيوبيك متر يبقى بالشكل ده،
لو H2S مثلا يبقى بالشكل ده، يبقى انا بركز على الحتة دي لان دي تعتبر من التكنيكال ستايل او التكنيكال رايتنج ستايل. حاجة تانية، لما تيجي تتكلم على درجة حرارة مثلا، ما تجيش تكتب لي 120 وتكتب جنبها ديجري او ديجريز او دي اي جي، لا، لازم تحط العلامة الخاصة بالديجري اللي هي الاو، اللي هي معمول لها، اللي معمول لها سوبر سكريبت. يبقى انت هنا طالع 120 ودي الاو فهرنهايت. طيب في بعض الناس بتغلط غلطة شائعة قوي، ان درجة الحرارة دي اللي بيعمل لها سوبر سكريبت بيكتبها زيرو، يعني يروح حاطط زيرو ويروح معلم على الزيرو ده ويقول له سوبر سكريبت، فيبتدي يكتبها له بالشكل ده 120 درجة فهرنهايت. طبعا الكلام ده هي بتبقى علامة الدرجة دي اللي هي الاو، يبقى انا الاو وابتدي اعلم عليها هايلايت كده واروح دايس على سوبر سكريبت فيبتدي يرفعها لي بالشكل ده. طيب في عندنا بعض السيمبلز او بعض الحاجات اللي بتستخدم اثناء كتابتي للتكنيكال رايتنج. لو انا هبتدي اعرض اسم اكويبمنت، يعني مثلا هكتب اتش بي سيباريتور، هكتب مثلا ميم فراكشنيتور او برودكت ستريبر، اكويبمنت مشهوره، الماركه بتاعت الجهاز، كل الكلام ده لما تيجي تكتبه لازم يتكتب كابيتال. يبقى انت بتكتبه ككابيتال داخل التكست، يعني ممكن التكست انت بادئ اول الباراجراف بحرف كابيتال ومكمل بقى الباقي سمول، جوه الباراجراف نفسه ممكن تلاقي ظهر لك حاجه زي كده مكتوب الحروف بتاعته كابيتال، فده كده لو كان اكويبمنت نيم. طيب حاجه تانية، السلاش، لما تيجي تحط سلاش زي مثلا لما تيجي تكتب السايت ال HTTP كذا وتحط السلاش دي، السلاش دي لما تتكتب ما تسيبش مسافة بينها وبين الكلمتين قبل السلاش وبعد السلاش. يعني ايه؟ يعني انت لو هتكتب and او or داخل الكلام بتحط بينهم سلاش، ما تجيش بعد الاند وتدوس سبيس، يعني ما تجيش تسيب مسافة زي كده، وما تجيش قبل الاور وتسيب سبيس. يبقى ما تخليش السلاش قبلها سبيس وبعدها سبيس، لا، الاصح بتاعها ان انت تكتبها كده اند سلاش اور. يبقى اي حاجه يستخدم فيها السلاش يبقى لازم تتكتب بالشكل ده. طيب ايه تاني؟ الاختصارات، الابريفيشن. الابريفيشن لو انت هتذكر اختصار معين لاول مره داخل التكنيكال ريبورت بتاعك لازم تكتبه كاسم كامل. يعني على سبيل المثال كلمة HVGO، يبقى HVGO ده انت عايز تكتبه، ما تجيش مرة واحدة تروح حاططه لي جوه التكست بدون ما تكون عرفته قبل كده. فأول مرة لازم تعرفه تكتبه صح الأول. يعني انا عايز اكتب HVGO اللي هو Heavy Vacuum Gas Oil، يبقى انا هاجي لو هو أول مرة يظهر في الكلام لازم يتكتب كامل الأول، يتكتب كده Heavy Vacuum Gas Oil وحط بين قوسين ان الرمز بتاعه ايه؟ HVGO. طيب بعد كده لو هيتذكر في باقي الريسيرش كله، هيتذكر في شابتر الانترودكشن، هيتذكر في الكونكلوجن، هيتذكر بعد كده، طالما انا عرفته اول مرة يبقى انا ممكن استخدمه كسيمبل بعد كده، مش محتاج ان انا اكتبه كل مرة اذكره فيها ان انا اكتبه كامل، يبقى ده كده ممكن استخدمه. لكن ما تجيش تكتب لي السيمبل جنب العنوان مثلا ويكون اول مره يظهر عندي، يبقى ده ما ينفعش. يبقى ده بالنسبه لو في اختصار عايز تعرضه. طيب في بعض الاختصارات يمكن كتير مننا ما يعرفش معناها او بيتساءل عن معناها، زي مثلا الحاجه المشهوره قوي الاي جي. يعني بتلاقي دايما الدكتور لما بيبتدي يشرح لك المحاضره يقول لك اي جي اللي هو فور اكزامبل، فانت المفروض بيجي في دماغك طب فور اكزامبل اولها اف واي، ايه اللي جاب الاي جي؟ طبعا دي بعض الكلمات اللاتينيه اللي هي جايه من اختصارات لاتينيه، يعني اي جي معناها فور اكزامبل بالانجلش، بس باللاتيني هي اكزامبلي جراتيا، يبقى انت كده ده الاختصار بتاعها اي جي، فبالتالي جت من هنا
معنى الاي جي اللي بتتكتب دايما لما بيبتدي يضرب لك اكزامبل على شرح معين. برضو عندنا بنلاقي في بعض الكلمات او بعض الحاجات اللي بتقابلنا حاجه اسمها الاي اي. يبقى الاي اي دي بتعني ذات از او ذات از تو سي، او ده المقصود ان انا اقوله. يبقى دي برضو جايه من كلمه لاتينيه بادئه بالاي وبادئه بالاي. نفس الكلام في بعض الاحيان بتلاقي اختصار كده اسمه الفي اي زد. الفي اي زد ده بيعني نملي. يبقى انا بيسمى مثلا، يبقى ليها برضو كلمه لاتينيه بتبدا بحرف الفي او الاختصار اللي موجود قدامي. يبقى دي بعض الاختصارات اللي بتستخدم وبيبقى معروف الدلاله بتاعتها. طيب جزء بعد كده لو بتكلم على البانكتويشن. البانكتويشن مهم جدا ان انا استخدم الفول ستوب، استخدم الكوما، استخدم الكولن، السيمي كولن، البراكتس، الابوستروفس، الكوتيشن ماركس. كل الكلام ده مهم ان انت تستخدمه. يعني لو في جملة وخلصت لازم تعمل او تحط فول ستوب، تحط نقطة. لو في باراجراف مكون من اكتر من عنصر بتبتدي تاخد كوما. لو في مثلا هتتكلم على بروسيدور او طريقة معينة بتاخد حاجة اسمها سيمي كولا. لو انت مثلا عايز تحط تايتل معين او الكلام ده كله هتحطه ما بين علامة تنصيص او عنوان او الكلام ده كله. يبقى مهم جدا ان انا استخدم البانكتويشن داخل التكنيكال رايتنج. طيب لو انا بستعرض الكلام ده، لو انا بتكلم على الكوما، الكوما هي زي وسيلة بتخلي او بتساعد الريدر ان هو كأنه بيلتقط نفسه اثناء القراءة. يعني هو بياخد زي بريك كده ان هو يقدر يقرأ الباراجراف براحته. يعني على سبيل المثال هتقول example هنا: included within this report are theory and the methods of analysis, comma, equipment and experimental setup, comma, procedure guidelines, comma, result, comma, discussion of result, comma, and the conclusion. يبقى انت بتبتدي عايز تقول ان جوه الشابتر ده موجود كذا وكذا وكذا وكذا، فبتبتدي تحط كوما عشان تفصل ما بين الكلمات والريدر يقدر يستوعب الكلام اللي انت بتعرضه. مثلا بتتكلم على الابوستروفس. الابوستروفس يبقى انت بتتكلم على حتة مثلا الملكية. مثلا بقول I am، فممكن اختصرها بالكلام ده اكتب زي ار. يبقى في بعض الكلمات بتسهل معايا الابوستروف في حتة اختصار الكلمات دي عشان ابتدي استخدمها باستمرار داخل التكست بتاعي. ممكن تلاقي برضو الجزء الخاص بالكولن والسيمي كولن. الكولن يبقى انا بتكلم على النقطتين اللي هم فوق بعض. لو انت بتتكلم على بروسيديور مثلا، يبقى انت عايز تقول لي ان في بروسيديور معينة. البروفيسور مثلا اسمه qualification include بتحتوي على، فتروح بعد كلمة include دي تحط لي نقطتين. يبقى دي العناصر اللي بتحتوي عليها الطريقة. مثلا سي مثلا ان انت عايز تقول ان الاكويشن 7 is transformed into the following، يبقى بعد كلمة the following بتحط الكولن دي او النقطتين فوق بعض فتبتدي تستعرض الاكويشن. يبقى في قواعد او ستايل معين بيستخدم في الكتابة ويجب ان انا التزم بيه. لو انت بتتكلم على سطر معين او باراجراف معين والباراجراف ده انتهى، فلازم أن تحط فول ستوب، تحط نقطة. يبقى النقطة دي بتعني ان الفقرة دي انتهت وهتبدأ فقرة جديدة. بعد كده عندك حاجة اسمها الكوتيشن ماركس. الكوتيشن ماركس اللي هي علامات التنصيص اللي انت بتحط جواها تايتل. يبقى انت لو عندك تايتل معين او عنوان معين عايز تذكره يبقى بتحطه داخل حاجة اسمها الكوتيشن ماركس بتاعتنا. يبقى ده كده اللي احنا بنتكلم عليه الجزء الخاص بالبانكتويشن. كده يبقى انا خلصت المحاضرة الخاصة بالرايتنج ستايل.